سعيد اليوم بالتواجد في الكونغرس العالمي للإعلام، وتحديدا حضور جلسة حوارية تحت إدارة مكتب الشارجة الإعلامي. جلسة ما شاء الله يعني حضروها نخبة من الإعلاميين الرياضيين، وتناولنا فيها بعض القضايا الرياضية اللي خاصة بالإعلام والمقارنة بين الإعلام التقليدي والإعلام الرقمي. للأمانة كانت جلسة خلينا نقول شكلها قيمة مضافة، يمكن على المستوى الشخصي وكذلك الحضور مقارنة بالأسئلة التي تم طرحها في الجلسة. فإلهم منا كل الشكر والتقدير وعظيم الامتنان. حضور صراحة مشرف، مكتب تميز بالموقع في الواجهة في كل القطاعات الإعلامية الموجودة في الإمارة، وأجمل ما أشوفه القيادات الشابة المواطنة اللي موجودة في المكتب.